أنا عارفة إن الصدمة كبيرة عليكي، بس صدقيني يا بنتي غصب عني كان لازم أشوفك وأقول لك على الحقيقة. أنا معرفش كريمة خبت عنك ليه. أنتوا الاتنين بالنسبة لي زي بعض بالظبط. أنت شايفة إنه إزاي هي تخبي عليا إن أنت لسه عايشة وهي شايفة إن أنا ملكها من حقها تعمل اللي هي عايزاه؟ محدش فيكم فكر أنا هبقى عايزة إيه؟ طب اهدي. ما تقولي ليش اهدي؟ اهدي عشان خاطري. اهدي يا بنتي. أنا مش جاية أخدك من كريمة ولا جاية أهد حياتك اللي أنت عايشاها. أنا كل اللي عايزاه إن أشوفك وقت ما أنا عايزة وأطمن عليكي. بعدين لو فكرتي يعني إن تيجي تعيشي معايا هبقى أسعد إنسانة في الدنيا. أعيش معاكي إزاي؟ أنا مش فاهمة حاجة، وأنا بحلم؟ أنا بحلم ولا أنا مش فاهمة حاجة؟ يعني فجأة فجأة أنتِ بتقولي لي إن أنتِ أمي وإن كريمة خبت عليا كل ده وأنا اتولدت في السجن. ده المفروض أنا أعمل إيه دلوقتي؟ اهدي يا كريمة عشان خاطري. اهدي يا حبيبتي. أنتِ مش صغيرة علشان حد يفرض عليكي أي حاجة. أنتِ محتاجة تفكري. خدي وقت خالص. فكري يا حبيبتي. والقرار اللي أنتِ هتاخديه إحنا هننفذه. عشان خاطري يا حبيبتي.